بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع مع بعض دراستنا في إنجيل القديس مرقس. إحنا المرة اللي فاتت خدنا مقدمة وخدنا أول 5 أصحاحات. إنجيل مرقس بيبتدي على طول زي ما شرحنا في قديس يوحنا المعمدان وكرازته بالمسيح اللي جاي. فزي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه مع أن القديس مرقس بيكتب إنجيله أكتر للأمم للرومان، لكن هو بيبتدي بيقول إيه؟ بيقول كما هو مكتوب في الأنبياء. يعني بداية الإنجيل أول آية بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، والإنجيل هنا يعني البشارة المفرحة بالمسيح المخلص، وبعدين راح قايل كما هو مكتوب في الأنبياء، وراح حاطط النبوتين، واحدة من زكريا واحدة من إشعيا زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، وحط علشان يأكد إنه المسيح مجاش فجأة بدون إعداد، هو امتداد لعمل الله اللي بدأه مع البشر من البداية خالص، من قبل خلقتهم كمان كان في ترتيب إلهي لخلاص الإنسان والترقي اللي هيحصل للإنسان لما ابن الله يتحد بالطبيعة الإنسانية. فما نقدرش نفصل العهد القديم عن العهد الجديد، هو العهد القديم تمهيد وتجهيز للبشرية علشان يجي إيه؟ المسيح ويقدم لنا حياة جديدة موهوبة لنا فيه. بعد كده شفنا معمودية يوحنا، كانت يوحنا المعمدان خدم خدمة مش طويلة لكن خدمة قوية جدا ومؤثرة، وشرحنا الجغرافيا بتاعت المكان، ان هو كان في منطقة فيها ملتقى القوافل في جنوب نهر الأردن قبل البحر الميت، ما يبتدي كده بشوية صغيرة قبل مصب نهر الأردن في البحر الميت، في منطقة بتتقابل فيها كل القوافل اللي جاية من كل حتة عشان تطلع بعد كده على أورشليم. وبقول تطلع علشان المنطقة دي واطية خالص، المنطقة دي تحت سطح الأرض بحوالي 250 متر وأكتر، وكل ما ننزل جنوبا عند البحر الميت تزيد يعني الهوة تحت سطح الأرض. البحر الميت طبعا تحت سطح الأرض، أقل بقعة تحت سطح الأرض كلها، على قصدي في القشرة الأرضية يعني تحت سطح الأرض حوالي 340 متر. فقديس يوحنا المعمدان اختار المنطقة دي، فالناس زي ما شرحنا رايحين جايين عليها، كل الناس اليهود بيسافروا، ده الطريق بتاعهم مفيش طريق تاني، بيسافروا بحذا نهر الأردن سواء رايحين الجليل الشمال أو نازلين من الجليل على أورشليم الجنوب، بيمشوا الأول على حذا نهر الأردن وبعدين يروحوا داخلين على أورشليم. الدخلة بتاعت أورشليم دي من نهر الأردن لأورشليم تاخد يوم سفر، 25-30 كيلو، تاخد يوم كامل سفر لأن مطلع أورشليم 860 متر تقريبا فوق سطح البحر، فمسافة فيها طلعة غير طول المسافة نفسها. واليهود معظم الأتقياء من اليهود كانوا مواظبين على حضور الأعياد، 3 مرات في السنة بيحضروا الأعياد، فرايحين جايين سفر أسبوع رايح وأسبوع راجع، لكن يقعدوا في أورشليم شوية يحضروا الأعياد، عيد الفصح أو عيد المظلة أو عيد التجديد، ويحضروا الأعياد في الهيكل في أورشليم. فيوحنا اختار المكان ده، الناس كلها بدأت تروح له. وبعدين بيقول كده جميع كورة اليهودية في عدد 5 ده اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت، خرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ليه بيقول أورشليم اليهودية؟ لأن المكان أقرب إلى أورشليم اليهودية، الجليل بعيد، لكن الناس اللي كانت بتيجي من الجليل برضه كانت بتروح له. واضح إن هو خدمته توبت الناس، قال لهم تعالوا نرجع لربنا، تعالوا نرجع لربنا ونسيب خطايانا. وكان بيخدمهم بشكل في تعليم مع المعمودية لغفران الخطايا، الناس تعترف بخطاياها وتتوب وتغتسل في نهر الأردن لمغفرة خطاياها.
طبعا زي ما احنا عارفين يوحنا كان كاهن، لكن كان ما كانش بيمارس كهنوته في الهيكل. وزي التقليد اليهودي، ما هو معروف انه بداية الخدمة سواء كان كاهن أو غيره يبقى في سن الثلاثين. قبل سن الثلاثين ما يبتدوش الخدمة. كان الكهنة يعني كاهن عنده ولاد، الولاد دول هيبقوا كهنة، لأن كان الكهنوت نسل هارون، فولاده دول هيبقوا كهنة، بس ما يبتدوش يمارسوا خدمة الكهنوت غير في سن الثلاثين. فيوحنا برضو بدأ خدمته في سن الثلاثين، وربنا يسوع الكاهن الأعظم برضو بدأ يمارس خدمته في سن الثلاثين. الحقيقة هو هنا قال جميع أورشليم، جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم. يهودية هي المناطق اللي حوالين أورشليم كلها. لكن الفريسيين، ما دول كانوا موجودين، دول كانوا استثناء بقى، حالات مستعصية، ما تابوش ولا اعترفوا بخطاياهم ولا برروا الله، يعني قالوا له يا رب انت بار واحنا خطاه، وراحوا ما حصلش. بالعكس كانوا بيحاربوا يوحنا، وكان مش عاجبهم، وبيطلعوا عليه كلام خطير. السيد المسيح فاكرين قال ايه؟ قال انتوا بتقولوا على يوحنا ان به ايه؟ شيطان، لأنه لا يأكل ولا يشرب. يعني مش عشان بياكل وما بياكلش وما بيشربش زي بقية الناس، الأكل العادي، يعني بياكل أكل بسيط خالص في البرية وناسك جدا، فقالوا عليه به شيطان. تخيلوا لما يكون قادة دينيين يقولوا كلام زي كده، دول لهم أتباع، ناس كتيرة بتمشي ورا كلامهم، يقول لك وفلان هيكذب. وانا صغير كنت عمري ما افكر برضو ان ممكن حد يعني من رجال الدين يكذب. وبعدين مع تقدم الوقت شويه في حياتي شفت الضعف طايل الكل مع الاسف. في ناس بتالف، وفي ناس بتكذب، وفي ناس بتقول عكس الحقيقه، في ناس عارفة الحقيقة بيقول لك لا بس ما اقدرش اقول كده، هقول كذا كذا. يعني انتوا بتضللوا الناس بدل ما تتوبوهم وتشجعوهم. شفتوا واحد خادم ناري محب لربنا جاي يهيئ الطريق قدام ربنا وجاي يعد الناس بالتوبة، تقولوا عليه به شيطان علشان الناس تسيبه. معظم الناس على فكرة ما سمعوش كلامهم، لأن هم كانوا بيشوفوا يوحنا بنفسهم، لأنه كان زي ما قلت لكم في موقع استراتيجي كده، فكل الناس كانت بتعدي بتشوفه. فالمهم إيه؟ إن يوحنا كان فللأسف الكتبة والفريسيين ما استفادوش من يوحنا، ما استفادوش وما تابوش، مع إنه معظم الناس استفادت. دول استثناء ضعيف قوي. ليه؟ لأن هما كان لهم مصالح مادية، متحيزين يتشدقوا بأن هما أبناء موسى وعلى كرسي موسى هما جالسين. في ناس يعيني كده، بدل ما تتحيز للحق وتشهد للحق وتطلب الحق وتسير وراء الحق، تتحيز
لأمور بقى إيه؟ لا إما الأشخاص، يا إما لحاجات شخصية خاصة بيهم، منافع معينة ليهم، أو مكاسب، شهرة أو كرامة. يقول لك لا، يقولوا عليا إيه؟ يقولوا أي حاجة، لكن المهم أنت تمشي في الحق، أنت ما تبقاش بتخالف الحق. فدول للأسف ما استفادوش. أما الباقيين كلهم استفادوا. يقول لك خرج إليه جميع كرة اليهودية واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن. بعد كده بيوصف الايه المنظر بتاع يوحنا، وبيقول كان يوحنا يلبس وبر الإبل، يعني حتى مش لبس عادي، لبس بسيط خالص، جلد من بتاع الإبل ساتر بيه نفسه، ومنطقة من جلد على حقويه، يعني حاطط كده الحقوين اللي هي المنطقة اللي تحت الوسط، الحق الفخذ كده، فالحقوين دول يعني لافف نفسه بجلد، طبعا بيبقى الجلد ده الحاجة اللي موجودة في البرية، جلود الحيوانات، ويأكل جرادا وعسلا بريا، يعني أبسط أكل اللي موجود في البرية بيأكله بس. وكان ده المهم، كرازته بالمسيح اللي هيدي الروح القدس اللي هيعمد، كان يكرز قائلا يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. الخادم الأمين مش بيلم الناس حواليه، هو بيكرز بالمسيح، هو بيدفع الناس دفع علشان يرتبطوا بالمسيح، عشان يتعرفوا على المسيح، عشان يحبوا المسيح، مش بيلم الناس حواليه ولا بيكرز بنفسه. قديس بولس الرسول كده قالها بكل وضوح لما لقى أهل كورنثوس متحزبين، وده ماشي ورا بولس، وده ماشي ورا أبولس، وده ماشي ورا بطرس، قال لهم يعني ايه؟ هل انقسم المسيح؟ هل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ احنا كلنا خدامين للمسيح، كلنا بنجمع مع المسيح ولحساب المسيح. وفي مرة تانية في نفس الرسالة يعني قال لهم كده، إننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. عشان خاطر يسوع احنا مش بس عبيد يسوع، ده احنا عبيد لكم، ده احنا خدامينكم عشان خاطر يسوع، عشان خاطر ندخل سوا في حضن المسيح وفي شبكة الملكوت. فهنا القديس يوحنا واضح جدا ان هو مش بيكرز بنفسه، يقول يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه، يعني كرامته بالنسبة لي تفوق الوصف. أنا أصلا يعني الخدام هو اللي بينزل يحل سيور الحذاء بتاع السيد، يغسل له رجليه، يعتني بيه، يجهز له كل حاجة، مش كده؟ ده الخدام. قال أنا أصلا ما استاهلش أبقى خدام لي، بيقولها بجد، مع إن الناس بالنسبة لهم يوحنا ده زي ما كنا بنحكي قبل كده، علشان حياته حياة مقدسة، فكان كلامه يعني قوي جدا وبيدخل للقلوب، لأن الكلام متشال على حياة مقدسة. ما ممكن واحد بيتكلم كلام في منتهى الظرف واللباقة وكلام متهندس إيه؟ وفي شعر كمان، لكن مش محمول على حياة مقدسة، ده يبقى إيه ده؟ ده زي ما القديس بولس الرسول وصف كورنثوس الأولى 13، يبقى نحاسا يطن أو صنجا إيه؟ يرن، ولا في معنى، ولا في معنى.
لأن مفيش حب، مفيش قداسة، مفيش حياة مقدسة بتشهد. فالخادم مفروض أنه هو أصلاً في الأساس بيعيش حياة مقدسة، وبعدين يقول إن شاء الله كلمة واحدة تطلع قوية جداً، بتوصل بتوصل. كنت دايماً أشبهها بالإيه؟ بالموجات بتاعة الراديو. فكرة الراديو أو التلفزيون موجات كهرومغناطيسية بتمشي في الهواء، ده اللي هو الإرسال يعني، وبتتحمل على الموجات دي برامج، حط عليها بقى برنامج فيه موسيقى، فيه كلام، فيه صورة، فيه حط عليه أي حاجة، بس هي أصلا فيه موجة شايلة البرنامج، موجة شايلة البرنامج بتوصله. لو الموجة ضعيفة تلاقي إيه؟ الإرسال مش واصل، تلاقي الصوت في كده دوشة مش واصل، مع إن البرنامج اللي محطوط على الموجة حلو قوي، الموسيقى جميلة، الحوار اللي موجود جميل، الصورة روعة، بس للأسف متحملة على موجة إيه؟ ضعيفة هزيلة، فمش بتوصل لحد. فحياة الروحية بتاعت الخادم دي الموجة، والبرنامج ده كلمة ربنا اللي بيتحمل على الموجة ويوصل. لو كانت الحياة مقدسة الكلمة توصل، تبقى زي النار تدخل القلوب قوية جدا وتتسمع واضحة جدا كأنها من بق ربنا لقلبنا كده. صحيح؟ أنا دايما كنت مثلا أسمع أبونا بشوي وهو بيوعظ، الكلمة تجيب الدموع من العينين، حاجة مش معقول، إيه القوة دي؟ مرة كان فيه حد يعني ربنا يحافظ عليه موجود يعني لسه عايش، كان زمان خالص، في الكلام ده من أكتر من 35 سنة أو أكتر أو 40 سنة، كان عنده صيدلية، دكتور صيدلي، هو عنده صيدلية في حتة هادية في اسكندرية. فساعات كده يفضل قاعد ما فيش ناس يعني، فيفضل قاعد فيتسلى، يسمع وعظة، يمسك الأجبية يصلي، يقرأ الإنجيل، يستفاد بوقته يعني. فمرة حد بدأ يجيب له عظات أبونا بشوي، كانت نايح أبونا بشوي، فالدنيا اتغيرت عنده. يعني أنا أسمع أي، فبيقول أنا لما أسمع أي وعظة لأي حد أهو قاعد بسمع بستفاد، يدخل واحد يشتري حاجة من الصيدلية أديله الدواء وأكمل تاني، أديله الدواء وأكمل تاني، ما عدا أبونا بشوي أسمع ألاقي دموعي نزلت، أقفل على نفسي الصيدلية من جوه، مش معقول الناس هتدخل عليا، تدخل تلاقيني بالمنظر ده، فأقفل على نفس الصيدلية وأقعد أسمع، معرفش يعني معرفش أوقف لحد لما أخلص خالص، لأني بكلمة بتدخل القلب بتأثر فيه لأنها محمولة على موجة حياة مقدسة. ده كان وضع القديس يوحنا المعمدان، ملوش وعظات طويلة يعني، أطول حاجة يمكن القديس لوقا ذكرها لما كلم الناس وقال لهم هو ذا الفأس قد وضعت على أصل الشجرة، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، كويس أنه كنتوا تيجوا
وتعترفوا بخطاياكم وتتعمدوا، لكن لازم يكون في ثمر في حياتكم بعد كده. ونصح الناس يعني الجنود بيقول لهم ما تستغلوش السلطة بتاعتكم وما تظلموش حد، وهكذا كل واحد بدأ يقول له النصيحة المناسبة لي. لكن أهم حاجة أنه بيكرز بالمسيح، يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي. يعني أنا ما استاهلش أصلا أكون خدام لي. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. ده مستوى وده مستوى. معمودية بتاعتي دي بس توبة، وربنا يقبل توبتكم ويغفر لكم خطاياكم، والناس تغتسل. طبعا ممكن الناس تغلط وتغتسل كتير، لكن معمودية المسيح مستوى تاني بقى، مستوى تاني خالص. أول حاجة، معمودية المسيح هي صبغة جديدة. كلمة معمودية باليوناني بابتزم يعني صبغة، صبغة بابتزما يعني صبغة. فدي حياة جديدة، صبغة جديدة هنصطبغها. نمرة اتنين، المعمودية عهد، عهد مع ربنا. إنسان بيقطع على نفسه عهد مع ربنا. وكأن الإنسان في معموديته بيقول له يا رب زي ما أنت بتحبني وموت من أجلي، أنا بحبك وبموت معاك وأقوم معاك. عشان كده في طقس المعمودية بتاع الكنيسة القبطية نلبس اللي بيتعمد زنار كده أحمر، علامة العهد، وكأن المسيح قال أنا بحبك ومضى بدمه، وإحنا كمان بنحبه وبنمضي بإن إحنا ندفن معاه ونموت معاه في المعمودية ونقوم معاه. فمعمودية المسيح هي خلقة جديدة، هي صبغة جديدة، هي عهد جديد، هي غفران للخطايا. قم يا شاول اعتمد واغسل خطاياك. يغسل الإنسان كل الخطايا القديمة بتاعته. أيضا معمودية المسيح هي دخول لعضوية جسد المسيح أو غرس في المسيح، زي ما بنقول قديس بولس الرسول قالها أكثر من مرة في رسائله وفي صلوات المعمودية برضه. فبيقول قديس بولس الرسول جميعنا اعتمدنا إلى جسد واحد، دخلنا في عضوية الجسد، أو دي في كورنثوس الأولى 12-13، وفي غلاطية 3-27 يقول أنتم الذين اعتمدتم إلى داخل المسيح قد لبستم المسيح. وفي رومية 11 بيتكلم على التطعيم في شجرة الزيتون اللذيذة. التطعيم، إحنا كنا فروع ناشفة برية، وبعدين اتطعمنا في الزيتونة الحقيقية اللي هي المسيح، اللي هي جسده، اللي هي الكنيسة. اتطعمنا فصرنا شركاء أصل الزيتونة ودسمها، فبقينا أعضاء في جسد المسيح، أعضاء في الملكوت، أعضاء في جسد المسيح، أعضاء في الملكوت. اتطعمنا في صلوات المعمودية مرتين، يقول خليهم مغروسين، اغرسهم فيك يا رب، اغرسهم في الكنيسة يبقوا مغروسين فيك. وهو أبونا بيرشم بزيت الفرح يقول أرشمك يا فلان أو يا فلانة بدهن الفرح مضادا لكل أفعال المضاد، لتغرس في شجرة الزيتون اللذيذة
في كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يبقى المعمودية غرس في جسد المسيح. طيب الغرس في جسد المسيح يعني إيه؟ يعني بقينا حتة منه، هو حتة مننا، بين أعضاء من لحمه ومن عظامه. طب ده معناه إيه؟ إذا كان المسيح هو ابن الله الوحيد، يبقى إحنا كمان إيه؟ في المسيح بقينا إيه؟ أبناء الله بالتبني. فأخذنا نعمة البنوة لله، بقينا مولودين من الله، بقينا مش بقى مولودين من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل، بل من الله. وربنا ولاده دول غاليين عنده. ويقول القديس بولس الرسول في رومية 8 وفي غلاطية 4، يقول الابن يرث، يرث. احنا ما بقيناش خلاص خدمين ولا عبيد، احنا بقينا بالمعمودية ابناء، والابن يرث في ملكوت أبيه. ابناء وورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، ورثة الله ووارثون مع المسيح. فبالمعمودية خدنا عضوية في جسد المسيح، اتغرسنا في جسد المسيح. أيضا الفعالية بتاعت المعمودية هي الموت والقيامة مع المسيح، موت وقيام، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. موت وقيامة، موت عن الحياة القديمة وقيامة في حياة جديدة، متحدين معه بشبه موته لكي نكون معه أيضا بشبه قيامته. يعني على مثال موته ندفن معه في المعمودية ونتحد به ونقوم معه في حياة جديدة زي الحياة اللي هو بعد ما قام من الأموات، حياة مجيدة. فالمعمودية فيها موت وقيامة مع المسيح في حياة جديدة. فالمعمودية بالنسبة لنا دي نقلة، أعظم كرامة، بقينا مولودين، بقينا أبناء الله، بقينا مولودين من فوق، مولودين من الماء والروح، يعني مولودين من فوق، مولودين من الله. أعظم نعمة، أعظم نعمة. وبعد كده بنتغذى بقى، مدام أعضاء في جسد المسيح يبقى بنشرب وبنتغذى من جسده ودمه، هو بيغذينا، احنا أعضاء فبنتغذى. عشان كده الطفل على طول بعد إن شاء الله يكون عمره إيه؟ نناوله على طول. ليه؟ خلاص بقى مستحق للتناول من الأسرار الإلهية، لأنه عضو في جسد الإيه؟ عضو في جسد المسيح. عشان كده المعمودية دي حاجة مهمة جدا. القديس يوحنا المعمدان بيقول اللي أنا بعمله ده مجرد تمهيد، ده أنتوا بتتوبوا وبتغتسلوا، ولما والغسيل ده ربنا يديكوا فيه غفران خطايا، لكن لما تغلطوا تاني تعالوا توبوا تاني واعترفوا واغتسلوا. فدي مجرد معمودية التوبة، لكن هيجي بعد من هو أقوى مني، هذا سيعمدكم بالماء بالروح القدس. أنا عمدتكم بالماء، أما هو فسيعمدكم بالروح القدس، لأن الروح القدس هو الفاعل في الأسرار، هو اللي بيحول مية المعمودية لمية ليها قوة الولادة الجديدة وقوة التغيير، وندفن ونقوم مع المسيح. القديس كيرلس الكبير له تعبير رائع، يقول إحنا بنغتسل في دم المسيح بالمعمودية، وكأن مية المعمودية دي فيها فاعلية دم المسيح. فاللي بيتعمد ده، هو الدم هو اللي بيغفر الخطايا، الدم ده هو اللي بيغسل، الدم ده اللي بيطهر، الدم ده اللي بيبيض. يقول لك الناس كل الأبرار اللي هيوصلوا السماء غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم المسيح، دم الخروف المذبوح. فهنا القديس يوحنا بيكرس بالمسيح اللي هيجي يقدم مستوى تاني من المعمودية، المستوى اللي فيه العهد، مستوى اللي فيه الصبغة الجديدة، مستوى اللي فيه الدخول في عضوية جسد المسيح، المستوى اللي هو فيه موت وقيامة مع المسيح، في قيامة في حياة جديدة واغتسال في دم المسيح وغسيل لكل خطايانا.
بعد كده من عدد 9 بيكمل بقى الايه، ان بعد ما كرز يوحنا 6 شهور جاله المسيح. وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليد واعتمد من يوحنا في الاردن، وللوقت وهو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوت من السماوات: انت ابني الحبيب الذي به سررت. الله، الكلام ده كله أسرار، مليان أسرار. طب أنت يا رب تبتديش الخدمة على طول كده ليه؟ قال لأ، إحنا أنا باعت يوحنا وهو أعد الناس، فأنا هستلم بقى الشعلة منه، هستلم بقى الخدمة وابتدي خدمتي بأن أنا أروح ليوحنا زي كل الناس. طب أنت يا رب محتاج؟ قال لأ، يليق بنا أن نكمل كل بر. البر اللي الإنسان معرفش يكمله، البر اللي الإنسان معرفش يكمله أنا هكمله. ليه؟ علشان أدي للإنسان قوة يكمله. أنا واخد الإنسان جوايا وهشتغل كل شغلي ده لحسابه. المسيح عمل كل حاجة لحسابنا، واخد طبيعتنا فيه علشان كل حاجة يعملها تتنقل لينا وتبقى لحسابنا. الإنسان ما كانش بيعترف بغلطه ولا بيحب يقف في موقف الخاطئ. يوم ربنا بيقول لآدم: أنت أكلت من الشجرة؟ قال له: الست هي اللي عملت مش أنا، هي اللي أعطتني. أنت يا حواء كده برضه؟ قالت له: الحية أغرتني. فيش واحد بيقول أخطأت؟ فيش واحد بيقول أنا ضعيف؟ فيش واحد بيعترف. فالسيد المسيح رايح يقف وسط الخطاة. مش معقول يا رب، يوحنا منعاه. طبعا القديس مرقس هنا شرح حاجة بملخص خالص يعني، في حين متى ولقى شرحين بتفصيل أكتر. فيوحنا منعاه وقال له: أنا المحتاج وأنت تأتي إلي؟ قال له: اسمح الآن، يليق بنا أن نكمل كل بر. البر ده اللي هو أن الإنسان يطلب بر الله ويضع نفسه في وضع الخاطئ، يقول له: يا رب أنا ضعيف، محتاج نعمتك ومحتاج برك يا رب يغطيني. فالسيد المسيح خد وضعنا كخطاه أمام يوحنا، وسمح ليوحنا أنه يحط إيده عليه ويعمده في المعمود في نهر الأردن، علشان الوضع ده يتنقل لكل واحد فينا يتوب ويرجع ويعترف بخطاياه. إذا كان المسيح علمنا كده، إحنا كمان لازم نعترف بخطايانا ونعترف بضعفنا. بعدين وهو طالع من المية بقى، رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه. يا ترى المسيح محتاج ان الروح القدس يحل عليه؟ اذا كان هو واهب الروح زي ما القديس كيرلس بيقول، ده المسيح هو واهب الروح، والروح ده روح وروح المسيح ده روح. لا، ده بينزل الروح القدس على طبيعتنا الإنسانية علشان يقدسها، عشان يحفظ الروح لها. عشان زمان لما ربنا عطى الإنسان روحه والإنسان أخطأ ففارقه الروح، لكن في المعمودية حل الروح القدس على المسيح، علشان هو جابه علشان يثبته لينا إلى الأبد، ما يفارقناش أبدا، يثبتوا فينا ما يفارقناش أبدا أبدا. فحلول الروح القدس على المسيح هو كان بيمسحنا بروحه، بيمسح طبيعتنا البشرية بروحه علشان يثبت فينا الروح ويستقر فينا إلى الأبد ولا يفارقنا أبدا. ولما الروح القدس يثبت فينا، فكل ده
السيد المسيح عمال يشتغل على طبيعتنا الإنسانية اللي هو متحد بيها، بيشتغل عليها، بيعلمها التواضع، بيعلمها الاعتراف بالغلط، الوضع الإنسان يبقى فيه متضع، وأيضا بيملاها بالروح، بيزودها بالروح. وبعدين جه صوت من السماء، أنت ابني الحبيب الذي به سررت. إيه الجمال ده؟ ربنا فرحان بأن المسيح بيجيب له البشر تاني، بيصالح البشر معاه، بيجيب له الطبيعة البشرية تاني مرة أخرى علشان تتصالح معاه وتتحد بيه، وبيجيب له الطبيعة البشرية بحسب تخطيطه منذ الأزل. تخطيطه منذ الأزل إيه؟ إنه أعدلنا ملكوت منذ إنشاء العالم، وكان خالق آدم وحواء وبعد كده هيرقيهم يخليهم أبناء، يعني هو خالقهم في صورة جميلة حرة، لكن ما كانوش لسه بقوا أبناء، هيبقوا أبناء بالاتحاد بالله بالابن الوحيد. فهنا الابن الوحيد ده بيقول له كده أنت ابني الحبيب الذي به سررت. هو ابنه بالطبيعة، لكن كل إنسان يتحد به يسمع نفس الكلمة، يسمع نفس الكلمة، شهادة من الآب لكل إنسان طالع من المعمودية، أنت الآن ابني الحبيب الذي به سررت. الكلمة، الابن الوحيد قبل التجسد هو ابن الله طبعا بالطبيعة والجوهر، لكن احنا كنا عبيد، ما كانش في حل ان احنا نرتقي من مستوى العبيد لمستوى الأبناء إلا بالاتحاد بالابن. ولما نتحد بالابن نسمع نفس العبارة، أنت ابني الحبيب الذي به سررت. عشان كده القديس يوحنا في رسالته الأولى يقول إيه؟ أقرأ لكم الآية الجميلة دي في رسالته الأولى، يقول المؤمن بالمسيح سمع الشهادة من فم الآب، اللي مات وقام مع المسيح في المعمودية ده سمع الشهادة من فم الآب اللي هي أنت ابني الحبيب الذي به سررت، والشهادة دي جوه قلبه. بيقول كده، بيقول إن كنا نقبل شهادة الناس، شهادة الناس يعني عن المسيح، فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي إصحاح خامس رسالة يوحنا الأولى إصحاح خامس عدد 9، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. إيه هي شهادة الله التي شهد بها عن ابنه؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ومن يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، هياخد نفس الشهادة جواه، أنت ابني الحبيب الذي به سررت، هو مولود من الله. الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا الله أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، بدأ يتكلم عن معمودية، لكن من الله ولدوا. فجوانا تبقى نفس الشهادة، كل واحد طالع من جرن المعمودية بيسمع نفس الكلمة، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ومن لا يصدق الله، اللي مش مصدق كده قد جعله كاذبا، يبقى بيكذب ربنا يعني، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. اوعوا تنسوا الشهادة دي، شهادة شهد الله بها عن ابنه، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ده موضع سروري، وانتوا فيه تبقوا أولادي الأحباء اللي أنا فرحان بيكم، انتوا في المسيح تبقوا أبنائي، نلتوا نعمة التبني. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من ثبتنا في الابن ناخد الحياة، من له الابن فله الحياة، من ليس له ابن الله فليست له الحياة. نرجع تاني بقى إيه
للإنجيل القديس مرقس. فده مشهد المعمودية، واحنا جاوبنا على كذا سؤال في المعمودية. ايه الفرق بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح؟ معمودية يوحنا كانت توبة والاغتسال بمية لغفران الخطايا، معمودية المسيح فيها عمل الروح القدس اللي بيولدنا لله، اللي فيها الصبغة، اللي فيها العهد، اللي فيها الموت والقيامة مع المسيح، اللي فيها غفران الخطايا، اللي فيها اغتسال في دم المسيح والحياة الجديدة في المسيح ودخول في عضوية جسده وعضوية ملكوته. برضو جاوبنا على السؤال ليه الروح القدس حل على المسيح، لأنه هو واخده لينا إحنا، بياخد الروح القدس مسح طبيعتنا الإنسانية، مسح طبيعتنا الإنسانية وقدسها وخلاها تبقى محل استقرار للروح القدس فلا يفارقنا أبدا. وبعدين جاوبنا برضو على السؤال بتاع أنت ابن الحبيب الذي به سرر، طب ما هو ابنه. لا، ده الكلام ده لكل إنسان ثابت فيه يأخذ هذه الشهادة أيضا من الآب، أنت ابن الحبيب الذي به سررت. فهو بيمسحنا بروحه عشان يجدد بشريتنا ويدينا نعمة البنوة لله الآب. بعد كده برضو القديس مرقس لأنه بيكتب بسرعة وبتركيز شديد عطى كلمة صغيرة خالص عن التجربة على الجبل. التجربة على الجبل لو احنا في يعني في المنطقة هناك نهر الأردن، بعديه مناطق صحراوية كده حواليه، في من ناحية إسرائيل، من ناحية الأردن في جبال، لكن من ناحية إسرائيل في مناطق صحراوية، منطقة صحراوية وبعدين جبل. المنطقة الصحراوية دي فيها أريحة، فيها مدينة أريحة على بعد 5 كيلو من النهر، من نهر الأردن. يعني اللي واقف كده عند المكان اللي فيه يوحنا، بس هو واطي شوية يمكن عشان كده ما يشوفش أريحة، لأن أريحة برضو 200 وشوية متر تحت سطح البحر. بس طول ما أنت رايح على نهر الأردن كده، طول ما أنت ماشي ناحية نهر الأردن الأرض بتنزل 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 بتنزل. فبعد أريحة بشوية صغيرة يعني جبال غرب أريحة وبتطل على أريحة. الجبال دي هي اللي إيه؟ هي دي البرية اللي السيد المسيح صام فيها، وده الجبل اللي جربه فيه إبليس. فهنا القديس ماري مرقس في يعني آيتين صغيرين، آية 12 وآية 13، اتكلم على الصوم والتجربة على الجبل باختصار. بيقول وللوقت أخرجه الروح إلى البرية، أخرجه الروح إلى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه. ملحوظات صغيرة كده نختم بيها بقى، إنه أول حاجة أخرجه الروح إلى البرية، أخرجه الروح يعني القيادة بقت للروح، قيادة الإنسان. احنا بنطبق على نفسنا على طول، قيادة الإنسان اللي طلع من جرن المعمودية في حياة جديدة ثابت في المسيح يبقى منقاد بالروح. الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله، رومية 8. فالقيادة هنا للروح. طيب دي حاجة بقى متعة؟ لا، بس احنا لسه على الأرض، المعركة دائرة، المعركة موجودة على الأرض بين قوات الظلمة وبيننا إحنا أبناء النور اللي بقينا أبناء النور الحقيقي. قوات الظلمة مش بتسكت، ففي دخول مباشرة في المعركة مع العدو، بس معركة فيها انتصار، فيها انتصار. 40 يوم، قديس مرقس أنا ما ذكرش أنه كان صايم، لكن طبعا الإنجيل في متى وفي لوقا بيذكر أنه صام، لم يأكل ولم يشرب 40 يوما في البرية. فالصوم سلاح لغلبة إبليس مع الصلاة. كان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان. وفكرة أنه هو كان بيجرب 40 يوم دي برضو تذكرت في بقية الأناجيل، أنه طول 40 يوم حرب، لكن اتركزت في 3 حروب كبيرة في آخر 40 يوم، 3 تجارب اللي احنا عارفينهم
بتاعت قل الحجرة أن تصير خبزا وإلقي نفسك من على جناح الهيكل وأعطيك كل ممالك العالم لو سجدت لي. دول جم زي إيه؟ زي تكثيف لكل أنواع التجارب اللي كان ممكن الإنسان يتحارب بها. هنا بيقول في الأربعين يوم هو بيجرب، الشيطان مش ما بيسكتش، هو بس يهدى شوية تجارب بسيطة وبعدين يدخل بتجربة تقيلة. يهدى شوفي آية جميلة، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، يعني الحرب تفضل شغالة من البداية للنهاية، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، مسيح منتصر. وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه، يعني حتى الوحوش كانت تحت أمره والملائكة كانت بتخدمه وهكذا. الإنسان اللي بيثبت في ربنا حتى الوحوش تروض، حتى الحروب الصعبة تبقى تحت رجليه. ما الوحوش دي يعني زي الأسود بتاع دانيال؟ لا مش بس كده، الوحوش دي ممكن تكون حوالينا مش كده، ناس هيجة، ناس هيجة علينا، ناس بتكره، ناس بتحسد، ناس بتحرض، ناس بتطلب الشر، وحوش. مين قال حاربت وحوشا في أفسس؟ بولس الرسول. بولس الرسول أثناء رحلته الكرازية الثالثة اللي قضى معظمها في أفسس بيكتب في الرسالة لأهل كورنثوس الرسالة الثانية يقول لهم حاربت، في الرسالة الأولى أنا آسف إصحاح 15، حاربت وحوشا في أفسس، ناس زي الوحوش. ها المسيح كان مع الوحوش بس كانت خاضعة. الإنسان اللي بيصلي وبيصوم الوحوش تخضع ليه، وكل الناس اللي ممكن تهيج ضده تتكسر. في عبارة شهادة قالها البابا شنودة عن البابا كيرلس السادس، الجميع الذين حاربوه لم ينجح منهم أحد. هو عاش طبعا معاه سنين طويلة، الجميع حاربوه ناس كتير جدا وأهانوه وبهدلوه وشهروا بيه في الجرايد وعملوا مؤامرات ضده. يعني البابا كيرلس ده كان نعمة ربنا فائضة عليه وهو في نفس الوقت بيتهان وبيتبهدل كل يوم، ما يردش على الشر بالشر. فجميع الذين حاربوه لم ينجح منهم أحد، لأنه كان رجل صوم وصلاة، كان رجل صوم وصلاة. وصارت الملائكة تخدمه، ده الطبيعي بتاع ولاد ربنا، هم مش متسابين. العيلة بتاعتهم عيلة قوية جدا، عيلة كبيرة ومشرفة وكلهم أقوياء، عيلة بتساعدنا، قديسين وملائكة بيساعدونا، حدش يخاف من الشياطين ولا من حربهم، القديسين والملائكة أعظم وأقوى وبيجوا يساعدونا. ملائكة صارت تخدم. قديس دانيال النبي بيقول للملك ايه؟ بيقول له ملاك الرب أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. اطمن أيها الملك، عيش أيها الملك إلى الأب، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ملاك واحد مع كل الأسود الجائعة المفترسة المتوحشة دي اللي ما تعرفش غير القتل والدم وأكل اللحوم، ملاكي سد أفواه الأسود. خلاص قوة، احنا معانا قوة، ثقوا أنا قد غلبت العالم، ومعانا عائلة أهل بيت الله، الملائكة والقديسين معانا.
يسندونا. خلينا نقف هنا وبعد كده نبتدي من عدد 14 المرة الجاية، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. أي تعليق أو سؤال؟ طيب تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك على محبتك، نشكرك لأنك عطتنا يا رب نكون مولودين من فوق، أبناء الملكوت، أعضاء في جسدك. نشكرك يا رب لأنك وهبت لنا بالمعمودية حياة جديدة وخلقة جديدة. نشكرك يا رب لأن إحنا محميين تحت ظل جناحيك وفي حضنك وفي قلبك. نشكرك لأنك بتساعدنا يا رب بالملائكة والقديسين. نشكرك لأنك بتفتح لنا الطريق للحياة الأبدية، بتعلمنا الاتضاع، بتعلمنا الاعتراف بالغلط، وتعلمنا يا ربي إزاي نمشي وراك بكل قلبنا يا رب، واثقين إنك هتقودنا إلى الرحب، إلى حياة أبدية. مهما كانت الظروف حوالينا صعبة، مهما كانت تجارب الشياطين مستمرة، لكن احنا يا ربي مسنودين عليك، محميين فيك يا رب، متقويين بقوتك، بالثبات والإيمان بيك يا رب. بركة أمنا الست العذراء باركنا، بركة كل مصاف قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.